نفتتح الدورة الأولى للهيئة النيابية الرابعة لمجلس الأمة الموقر، ونحييكم أصدق تحية، راجين لهيئتكم التوفيق والنجاح في خدمة وطننا العزيز بالتعاون الصادق مع حكومة تحقيقا للمصلحة الوطنية بما يديم على بلادنا نعمة الاستقرار والطمأنينة والتقدم والازدهار. يسر حكومتي أن تعلم مجلسكم الموقر أن مفاوضاتها مع كل من المملكة المتحدة البريطانية والولايات المتحدة الأمريكية بشان جلاء قواتهما من الأراضي الليبية وتصفية قواعدهما العسكرية تسير سيراً مرضياً.